ربنا يوفق الشعب الجزائري فيما يطمح ليه، وفي النهاية الوحدة والاتحاد بتاع هذا الشعب العظيم مع جيشه العظيم برغم أي اختلافات، وبرغم أي خلافات في النهاية في جيش وطني عظيم اسمه جيش الجزائر. هذا الجيش أجياله حررت هذا البلد من الاستعمار ودفعت أعلى الضرائب. الجيش الجزائري جزء من الشعب الجزائري في النهاية، وبتمنى أنه الجيش والشعب يوصلوا لنتاج يليق بتاريخ الجزائر ويليق بالأجيال الجديدة اللي بتتمنى مستقبل أفضل للجزائر. في بلدنا دي في حاجتين اوعى تقرب منهم او تحاول تغيرهم. انا المخرج المصري خالد يوسف، انتظروني في لقاء بعد قليل في برنامج صباح الخير يا جزائر. الدين انت اسلمت ولا لا؟ عايز تنصير اكبر رجل اعمال في مصر يعدي كده ونظام الهوى؟ هما منعوا الكلام في البيوت ولا ايه؟ كله بيوصل ادهم ده كاره للبلد.